الراديو 90-90 هواها مصر. زي ما قلت لكم ان بداية الساعة الثانية محضرة لكم برضو فيديو جامد جدا وهنتكلم عليه طول الساعة الثانية. بتحصل مشاكل كتيرة قوي قوي قوي، والمشكلة بقى كمان الكارثة اللي بنلاقيها، ان بنلاقي مثلا اللي حوالين الشخص ده، الشخص المزيف ده، الشخص المريض نفسيا ده، بنلاقي ناس بتدعمه. يعني تلاقي مثلا اخواته، مامته، باباه، تلاقيه بيشوفوه مثلا بيعمل كده في ولاد الناس، في بنات الناس، وساكتين عادي، مع انه ممكن يكون عنده اخت في البيت يتعمل فيها نفس اللي بيعمله. بس مفيش حتى، مش زي زمان بنشوف كده تلاقي مثلا الاخ بيجود ويعني مش بيجود، يعني تلاقيه مثلا ماسك اخوه بيعلمه الادب ازاي، ما ينفعش وانت راجل لازم تعمل كذا وكذا. بنلاقي حاجات كده ايه، سفه مجتمعي غريب. بنلاقي مثلا الاخت البنت تقول له اه مش مهم، ايه يعني يا سلام، ده انت كل حاجه في الدنيا. وتلاقي بعد شويه البنت دي اتصت نفس الخبطه ونفس الصدمه، او ماله طلقها. وتلاقي بعد شويه هي اتطلقت وقعدت. طب انت مبسوطه كده؟ نفسي الناس اللي بتتكلم والناس دايما اللي بتسعى في الخراب تقتنع تماما ان الحياه سلف ودين. كل كلمه، كل حركه، كل تصرف لو احنا ما بنقولوش قبل ما بنقوله بنراعي ربنا فيه، وبحط نفسي في نفس المكانه، ربنا موجود. الناس اللي عايشه فانتازيه كده، فانتازيا في الحياه، ناسيه دايما ان في ربنا فوق، ربنا فوق الكل. عايز اقول لكل ست كلمتني اوف اير، انتوا مش متخيلين كم التليفونات، بس معظمهم مش حابين يدخلوا عشان صوتهم ما يتعرفش. كل ست كلمتني نفس المشكله. واحده كلمتني قالت لي انا متجوزه بقالي 10 سنين وشبه ميته. طب ليه يا بنتي ميته؟ انا معايا 3 ولاد وده جوزي، وطول الوقت يا ايمان بيخني، طول الوقت ببقى عارفه من اول ما اتصل بيه اعرف صوته على طول اذا كان صريح ولا كذاب. ببقى عارفه انه بيكذب، ويقول لي هو في شغله، وبيقول لي ان هو رايح معرفش فين وجاي منين، وعارفه انه بيكذب. بيرجع وينام جنبي بقى مش قادر يبص في خلقتي، تقول لي كده بيبقى عينه في عيني وبيبقى مكسور مش قادر يتكلم. ولما اتكلم واقول وافضفض واقول له صعب وانت ليه، طب ما بتحبنيش ازاي بتعمل كده، يعني ازاي بتحبني وتعمل كده، يا الا ما بتحبنيش. دايما يا ايمان رده ان انا بيجي لي تهيؤات، وان انا غيوره زياده عن اللزوم، وان انا وان انا وان انا. ففضلت الحياه كده خلاص بقيت شبه ميت. قالت لي قد ايه بنبسط لما بروح في حته او في شغلي واسمع كلمه حلوه، وكل يوم باخد القرار ان انا اسيبه ومش عارفه. فيعني شوفي، يعني ساعات الست بتعدي حاجات كتير زي ما انت بتعدي، وساعات الست بتيجي على كرامتها في حاجات كتير، بس بيجي وقت بيكون ربنا هو اللي رايد، مش انتي ولا هو. ربنا هو اللي رايد يعاقبه، يعاقبه ممكن بحرمانه منك، ممكن يقعد حياته كلها ما يعرفش يقابل ولا يشوف واحدة زيك. بس انتي دلوقتي قدام عينه ومضمونة وخلاص وبتحبني، لكن لما تسيبيه بجد هيعرف قيمتك بجد. ولو ما عرفش ان شاء الله ما عرف يخبط راسه في الحيط، ان شاء الله ما عرف، في واحد تاني ممكن يعرف قيمتك، واكيد هيعرف قيمتك ويقدرك ويعليكي. اما بقى بالنسبه للعقاب، فيعني في ستات كتير جدا بتكتفي ان هي بتقعد ندمانه وتعبانه وحزينه ومجروحه، وفي ستات كتير جدا بتبتدي ترص بقى. وهنا بقى ايه، اللمبه الحمراء بتنور، هنا بقى يبتدي الراجل يقلق، تبتدي ترص بقى كده 1 2 3، ده انت بقالك كام سنه بتعمل 1 2 3 4، وانا وانا وانا. زي ما هو بيوجعك تعالي على اكتر حاجه بتوجعه ويوجعيه، انت مش اقل منه. اشمعنى لما وجعك عادي قفل التليفون وكبر دماغه وعيش حياته مع كل يوم، كل يوم واحده، توجعي انت كمان، اوجعيه اكتر حاجه بتوجعه اعمليها، وبعد كده خلاص اتس اوفر. الحسابات بقى والحاجات دي هي بتيجي لوحدها.